قفزة نوعية شهدتها التجارة الإلكترونية في العراق، قفزة إيجابية بحسب مختصين. ومن أهم أنواع هذه التجارة وحسب الاتحاد العالمي لجمعيات البيع المباشر هو التسويق الشبكي أو التسويق متعدد المستويات، والذي يعتبر الأكثر أماناً وفائدة للمتسوقين عبر الأنترنت لما يوفره من منتجات ذات مناشئ عالمية ونظام عمولات يوفر مداخل جيدة للملايين من المسوقين حول العالم. هي الحقيقة تجربة جديدة وتستهوي كثير من الشباب، لكنه من تراجعين هذه الأرقام 120 مليون تجديها في مجتمعات مثقفة واعية عندها أوليات تبحث متوفرة لها كل وسائل الاطلاع. يعني هذه أحد مظاهر التحول الاقتصادي، يعني هو الاقتصاد الرقمي احنا نتحدث عنه بالعشرين سنة الأخيرة، تنامت وازداد حجمها بالسنتين الأخيرة بعد تفشي جائحة كورونا، ليس فقط في العراق وإنما في كل دول العالم، لأنه تقطعت الكثير من حلقات نسميها سلسلة الأعمال. فبدأ الاتصال مباشرة بالمصانع، يعني المصانع مباشرة والموردين بشكل مباشر، وعملية الاستلام والتسليم وحتى دفع الأموال كلها إلكترونية تم عن طريق البريد الإلكتروني وعن طريق البطاقات الدفع الإلكترونية. لذلك أنا أعتقد أن التسويق الإلكتروني سيأخذ حيزا أكبر خلال السنوات القادمة، وبدأ يأثر حتى على حجم التجارة التقليدية. يعني توقعاتي أنه الآن يشكل أكثر من 25% من حجم التجارة العالمية. يعني إحنا اليوم عندما نتحدث عن تجارة عالمية ده نتحدث عن أكثر من 20 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، من نتحدث عن ربحها أكثر من 5 تريليون دولار يتم عن طريق التجارة الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني. بالتأكيد يعني اليوم إحنا مع كافة الوسائل التي تخدم المجتمع، بالتالي هذا الموضوع يوفر أيدي عاملة للمجتمع، يكون يعني حالة من مسايرة التقدم اللي دا يحصل في العالم التسوق الإلكتروني، هنالك أيضا يعني تخفيف عن كاهل المواطن من خلال وصول المادة اللي يرغبها إلى داره بشكل مباشر، وبالتالي هذا الموضوع هو إحنا داعمين إليه على شرط أن يكون ضمن القانون. التجارة الإلكترونية بكل بساطة هي مبنية على الإعلان الشفهي اللي أنت تسويه بشكل يومي عن شراء منتج، هذا المنتج أنت راح تشتريه بفلوسك، هو راح يكون استهلاكي خاص بيك، بالتالي أنت خلاص انضميت لهاي التجارة وراح تبدي تتعلم يوم بعد يوم وتطور مشروعك الخاص وتبنيه وتحقق كل أحلامك وأهدافك. هذا العمل ما راح يحتاج من عندك مسؤولية، يعني ما راح تكون عندك مسؤولية إيجار، مسؤولية ضرائب، هذه كلها شايليها عنك. الشغلة الثالثة أنه ما راح يعتمد على فئة عمرية معينة وعلى شهادة معينة، هذا العمل راح تقدر تمارسه، يقدر يمارسه كبير بالعمر والشاب والصغير والمرأة، كل أشخاص يقدرون يمارسون هذا العمل. بالإضافة أنه الشيء الحلو به أنه هو عمل مناسب الوقت أنت تختاره، مناسب للجميع، يعني ممكن ربة البيت ممكن تقدر تلتزم به الصبح أو العصر أو الوقت اللي هي يناسبها، ممكن حتى تشتغل به بدون تواجدها، هذا من خلال أنه العمل مالتنا جماعي، فممكن يكون عندك فريق يساعدك بهذا الموضوع، أنه أنت تتابعين فريقك فقط عن طريق التليفون. الشركات التي تشغل الخط الحد الأكبر من الشباب في مشاريعها، في عملياتها، في إنتاجها، في ترويجها، في تسويق بضاعتها، يجب أن تكون ذات محل اعتبار، لأن القانون يتعامل مع من يقدم خدمة للمجتمع، فإن كان قدم خدمة للمجتمع فهو يجب على القانون وعلى المجتمع وعلى الدولة قبلهم أن تراعى مثل هذه الشركات وأن توضعها في المكان الأزكى والاعتبار الأعلى. لماذا؟ لأنها قدمت خدمة الوطن، خدمت المواطن، خدمت الشباب، قدمت بضاعة مقبولة من الناس، أدت خدمة اجتماعية كان من اللازم على الدولة أن تؤديها، وهي كلها فضائل ومناقب ومعاثر. لا يخلو هذا النظام من المخربين والدخلاء،
إذ كثرت في الآونة الأخيرة الأنظمة الهرمية الاحتيالية والتي لا تمت بأي صلة لنظام التسويق الشبكي، فهي لا تحتوي على أي منتج أو خدمة حقيقية، ولا يوجد كيان أو شركة على أرض الواقع، هي فقط عبارة عن مواقع إلكترونية وهمية، ولا يوجد أي تشابه بين هذه الأنظمة الاحتيالية والتسويق الشبكي إلا بالهيكلية. دخلوا السوق بالفترات الأخيرة، السنوات الأخيرة، ناس طفيليين، منهم عن جهل، منهم عن بساطة، ومنهم عن نصب واحتيال، وهذا أخطر شيء تشكله في التجارة الإلكترونية. لابد أن نفرق بين الاثنين، لأن التسوية بين الاثنين تسوية أعمى، أما البصير فلا بد أن يفرق بين الشركة الوطنية بأعمالها، شوف الأعلى بما تقدمه بتشغيلها الشباب، شوف، وبين شركة أخرى تحاول استثمار الظروف والأحوال لكسب الربح المادي الذي من اللازم أن يكون ممنوع قانونا. كان هاي الشركة اللي تعمل لسنوات، دعاني مرة إلى الآن قبل أيام أرسلوا لي شيء من مطبوعاتهم، حتى مدير الشركة مؤلف كتاب. فالشركة رصينة من هذا النوع اللي تعمل كله حضرتك على الانترنت، شوفي له، لا كان شركة معروفة والشباب يعني يتقاتلون عليها، لأن مرة سوى احتفالية في فندق بغداد كان الحضور فالشيء عجيب، يعني من حتى قلت للشباب يا بفلوسكم، قال احنا مطمئنين. أكيد راح يكون هنالك بعض الأشخاص اللي يحاولون يستغلون هذه الوسائل بقصد الاحتيال على المواطن والحصول على مبالغ أو على إثراء على حساب المواطن. لذلك وزارة الداخلية من خلال مديرياتها، قسم من المديريات متخصصة بمكافحة الاحتيال إذا كان هنالك احتيال، أو إذا كان هنالك غش صناعي، تكون مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية هي الجهة المعنية بهذا الموضوع. اختيار الشركات الرصينة المسجلة والمعتمدة للحصول على المنتج الأفضل يضمن للمتسوقين عدم الوقوع في فخ الاحتيال الهرمي، خصوصا وأن هذه الأنظمة باتت منتشرة وبشكل كبير وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. ربما بالعراق لا زالت الأرضية غير مهيئة، ولا امتلك الثقافة الكافية لقبول بهذه التجارة. لابد من عملية تثقيفية تهيئة لكي يكون المسار سليم وصحيح دون الوقوع بأخطاء وإشكالات كثيرة. كثير من هذه الشبكات يعني اختفت، هي المشكلة مو على إفلاسها، وإنما تختفي بمجرد أنه تجمع أرقام عالية من المستثمرين الراغبين بالاستثمار، ثم بعد ذلك تختفي. الإشكالية أنه هنا ما يتعاملون مع منتجات حقيقية، وهذه حقيقة ليس فقط في أسهم شركات، وإنما حتى في دخلتي للأسواق النفطية. أعتقد أنه هنا نحتاج أنه نتأكد من مدى مصداقية الشركة أولا، وين مسجلة هذه، مجلس إدارتها منه، هل تحكمها قواعد تسجيل الشركات سواء كانت عالمية أو محلية، مدى التخاصم والتحاكم يعني كقضايا، يعني أين ننظر، بأي محاكم ممكن تكون مختصة. إياكم التعامل مع شركة غير لا، بل أن كل واحد يأتي لأي شركة أول ما يطلع على موافقة مسجل الشركات عليها، لأن مسجل الشركات موافقته هو الحد الفاصل بين أن تكون هنالك شركة وبين أن يكون هنالك جريمة نصب واحتيال. غياب الأنظمة والتشريعات الخاصة بمعاقبة المتعاملين بنظام التسويق الهرمي يؤثر باستمرار على عمل الشركات الرصينة التي تتعامل بنظام التسويق الشبكي، بالإضافة إلى غياب العناصر الأمنية المتخصصة بالتفريق في التعامل بين الشركات الرصينة التي تتعامل بنظام التسويق الشبكي عن تلك التي تتعامل بنظام التسويق الهرمي، وهذا ما يجعل شركات التسويق الرصينة والمسجلة بشكل رسمي لدى الأجهزة المختصة تعاني كثيرا من ناحية شرح طريقة عملها وصحة تعاملاتها وبعدها كل البعد
عن المسوقين المتعاملين وفق الأنظمة الهرمية. كل واحد يمارس التجارة كشركة بدون أن يكون مسجل لدى مسجل الشركات في معرض بغداد الدولي يعتبر مرتكب جريمة ويعاقب، ولا يترتب أثر قانوني على الشركة أو على المساهمين أو على الأفراد. حاب أقدم طلب جدا مهم للجهات المختصة أو المعنية بتشريع القوانين. صراحة اليوم إحنا القطاع الخاص قطاع جدا مهم، هذا القطاع اليوم دا يشيل حمل صراحة يعني كلش كبير من الدولة ومن عاتق الحكومة في سبيل انه هو يوفر فرص عمل كلش كبيرة. هذا القطاع هو مو قطاع حديث، مو قطاع جديد. اليوم التجارة الإلكترونية بالدول المتقدمة اخذت مجرى وصدى واسع كلش كبير بسبب القوانين اللي تحميها، بسبب القوانين اللي تنظم عملها. فأنا باسمي وباسم زملائي أطلب من الجهات المعنية أنه إيجاد بصورة سريعة القوانين اللي تنظم عملنا، القوانين اللي تحمي المستهلك، القوانين اللي تحمي رواد هاي التجارة، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم. بالتأكيد يعني اليوم إحنا مع كافة الوسائل التي تخدم المجتمع، بالتالي هذا الموضوع يوفر أيدي عاملة للمجتمع، يكون يعني حالة من مسايرة التقدم اللي دا يحصل في العالم التسوق الإلكتروني، هنالك أيضا يعني تخفيف عن كاهل المواطن من خلال وصول المادة اللي يرغبها إلى داره بشكل مباشر، وبالتالي هذا الموضوع هو إحنا داعمين إليه على شرط أن يكون ضمن القانون. ورغم جميع المعوقات التي تقف أمام شركات التسويق الرصينة، فلا يخلو الواقع من قصص نجاح كثيرة حققها المسوقون العاملون ضمن شركات التسويق الشبكي، وهو ما تؤكده نعمة. أنا نعمة علي حسن، خريجة بكالوريوس علوم بيولوجي، عملت سابقا بالتدريس لمدة 3 سنوات، عملت كمحاضرة بمدرسة، كانت هاي المدرسة كلش بعيدة عن بيتي، طبعا أنا أم لي أطفال 2 سابقا، كنت أعاني أنه وين أخلي أولادي، وبالإضافة أنه أنا محاضرة فما عندي راتب، محاضرة مجانية ما عندي راتب انه اخليهم بروضات او مدارس، فتعبت اهلي وتعبت زوجي وياي، فلذلك اني ابتعدت عن هذا 3 سنوات وعفت هذا المجال، بس ما ايست، خففت عبء عن الدولة، بديت ابحث عن عمل يناسبني حتى انه اني اقدر اشتغله من اي مكان مو الا انه اكون متواجدة، فبحثت عن عمل فلقيت مجال البيع المباشر، طبعا بلشت بيه صار لي 3 سنوات. هذا المجال طبعا حققت بيه نجاحات كلش هواية، هذا المجال غير هواية بحياتي، غيرني على الصعيد الشخصي وغيرني على الصعيد الفكري وغيرني على الصعيد المالي. It's a direct link. It's linked to the country and the economy, not only by striving your own success but by offering opportunity to others. Therefore I congratulate each one of you here for your initiatives, drive, and willingness to be a flag bearer of the direct selling industry in the region. Ladies and gentlemen, as you are all aware, traditional marketing concepts and tools are being tested for their efficiency. Companies are increasingly facing the challenges of sustaining their workforce, and governments are facing the problem of rising unemployment. While direct selling is not the cure for all ills in the marketing industry, it definitely has a critical place to play in shaping the global marketing culture. Direct selling is a means to create new employment opportunities and provide added income to families. There is so much we can learn from each other if we have the right mindset. And I am confident that your participation will be worthwhile through the learning you can gain by interacting with your peers. Ladies and gentlemen, the UAE have been fortunate to be led by visionary leaders whose policy helped to face the challenges boldly. Today, the UAE is seriously pursuing the growth of the direct selling industry.
by Direct Selling Educational Institute is a testament to our vision to establish the UAE as a regional hub for the direct selling industry. And as the industry gains strength, let me remind you that the key success to the direct selling is still regulations. Direct selling involves only the buyer and the seller, and it is important that desired standards with respect to quality and service are upheld. This can be further achieved by consistent work with the government, companies, practitioners, and direct selling educational institutes. Once again, I congratulate all of you for your proactive attitude and confident outlook, and the organizers for holding this important event. I hope this will inspire others to realize the true potential of direct selling as an industry. Thank you and God bless. آفاق كبيرة ومستقبل واعد لهذه التجارة في العراق. شباب واجهوا كل الصعوبات والمعوقات ليصنعوا فرصة استفاد منها آلاف من الشباب، ووضعوا العراق على خارطة العالم مع الدول المتقدمة في مجال التسويق الشبكي. احنا نقدر نلخص الموضوع بعدة قواعد غير قابلة للالتباس أو النقاش حتى نقدر نميز بين الشركات الحقيقية والشركات الهرمية. أولاً هو ما تقدمه الشركة. إذا كانت تقدم منتج حقيقي حصري استهلاكي أو خدمة حصرية استهلاكية، فهذا يعني أنه شركة هي عبارة عن شركة حقيقية رصينة. أما إذا كانت شركة تقدم أشياء خارجة عن الحقيقة أو وهمية، مثلاً العملات الرقمية والتعدين أو السندات والاستثمار أو البورصة وإلى آخره، وتدخل بهذا النظام، فهذه تعتبر أو موانئ أو استثمار أراضي أو أي شيء آخر غير قابل أنه أنت تتأكد منه أو تشوفه، فهذا يعني أنه هذا نظام هرمي بونزي احتيالي بامتياز ولا يمت بصلة بأي شكل من الأشكال إلى التسويق الشبكي. الشيء الآخر اللي ساعدنا على أن نميز بين الشركات الحقيقية والشركات الغير حقيقية هو وضع الشركة القانوني، وهذه تتضمن نقطتين. النقطة الأولى هو تسجيل الشركة في دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية، والنقطة الأخرى هي استحصالها على إجازة ممارسة المهنة من الجهات القطاعية المسؤولة عن هذا النشاط. يعني تسجيل الشركة بدائرة مسجل الشركات هو تعريف للشركة وعن مالكيها واسمها وعن نوع النشاط اللي تنوي مزاولته. أما إجازة ممارسة المهنة هو إكمال لهذه العملية القانونية وإثبات أنه الشركة يحق لها أنه تمارس هذا النشاط. فتسجيل الشركة بدائرة مسجل الشركات غير كافي، لأنه أقرب لك المثال. اليوم إذا تسأل شخص عن نوع عمله راح يطلع لك مثلا البطاقة الموحدة. البطاقة الموحدة ما تعني هو شنو يعمل، تعني انه هو مواطن معترف به بالدولة الى حقوقه والى اخره. لكن هذا المواطن ممكن يكون طبيب، ممكن يكون مهندس، فنوع عمله هو بحث اخر. ممكن يطلع هوية من نقابة المحامين مثلا او المهندسين او الاطباء والى اخره. فهذا الشيء ينطبق ايضا على الشركات. اذا كانت الشركة مسجلة بدائرة الشركات على انه هي بتجارة عامة فهي تجارة عامة، وإذا كانت تعمل بمجال صحي فعليها إصدار إجازة ممارسة مهنة مثلا من وزارة الصحة وإلى آخره. فمن تجي شركة معينة تمارس عمل وهمي مثلا بالأسهم أو بالعملات الرقمية أو التعدين أو الاستثمار وبشركات أجنبية وبورصة وإلى آخرها، أقول له أوكي هذا الموضوع مالي، لا يكفي تسجيلك بدائرة مسجل شركات، وإنما شوفني إجازة ممارسة المهنة مثلا من البنك المركزي أو من أي جهة قطاعية مختصة بهذا المجال. الشيء اللي ساعدنا أيضا على التمييز بين الأعمال الحقيقية وغيرها خصوصا بمجال البيع المباشر هو وجود هيئة البيع المباشر العالمية اللي هي Direct Selling Association أو مختصرها DSA. هذه
هيئة عالمية لها 77 فرع بالعالم تنظم عمل شركات التسويق الشبكي وتميزها عن الشركات الهرمية أو اللي تعمل بنظام بونزي الهرمي الاحتيالي. فهذا الموضوع أيضا جدا مهم. إذا كانت الشركة خاضعة لشروط ومعايير هيئة البيع المباشر DSA أيضا أداة جدا مهمة لمساعدتنا على التمييز بين الشركات الحقيقية وغير الحقيقية. فما ممكن يجي شخص معين يقول على شركة مسجلة بالDSA أن هي نظام هرمي، لأن هي DSA نفسها تحارب نظام بونزي والأنظمة الهرمية الاحتيالية. فإذا كانت أيضا الشركة مسجلة بهيئة البيع المباشر DSA فهذا يعني أنه شركة حقيقية ورصينة، وعلينا أن نميز بهاي الطريقة أيضا بين الشركات الحقيقية وغير الحقيقية. يبقى موضوع أيضا مهم جدا ألا وهو ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع أيضا تلعب دور، يعني موضوع التسويق الشبكي برغم من طول عمره فبعدها مجتمعاتنا ما مستوعبة الفكرة ويحتاج لها وعي أكثر صراحة، يحتاج لها أنه تثقف أكثر عن الموضوع، يحتاج لها أنه يصير عندها قدرة على التمييز بأسس تسويقية تجارية صحيحة وليس فقط من مصادر سطحية أو أني سمعت أو أني شفت أو كذا. هذا الشيء أيضا سببه هو وجود الشركات الهرمية، صراحة أثرت على سمعة التسويق الشبكي، فأصبح المجتمع غير قادر نسبيا على التمييز بين هذه الشركات. الدليل على كلامي اليوم، أنت لما تبحث بمحرك جوجل هو محرك بحث، فإذا تبحث باللغة العربية راح تشوف عدم وعي، عدم ثقافة بالموضوع، راح تشوف كلام ما إلى أي صلة بحقيقة التسويق الشبكي. وأما لما تبحث بلغات أخرى مثلا إنجليزية أو غير لغة أخرى راح تشوف عالم ثاني من الإيجابية، عالم ثاني من النجاحات، عالم ثاني من التقدم والتطور بهذا المجال. فأيضا ثقافة المجتمع تلعب دور بهذا الموضوع، فعلينا أنه نوعي الآخرين بعدة طرق، من خلال دوراتنا التدريبية، من خلال مؤتمراتنا، من خلال الأحداث اللي نسويها. دائما احنا نعطي أهمية لموضوع ثقافة المجتمع، وعلى المجتمع أن يعي لهذه التجارة العالمية ويشوف إحصائياتها ويشوف كمية الناس اللي قدروا يغيرون حياتهم نحو الأفضل، وشلون الناس بلشت تحصل على مدخولات مالية وتبني أعمالها الخاصة وتبدي تغير من واقعها. فموضوع ثقافة المجتمع أيضا يلعب دور بهذا الموضوع، ويقع على كاهلنا تحسين هذا الأمر.